السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أخواتي في هذه الحلقة تاع اليوم. هذه الحلقة اللي طلبوا العديد من الأخوات اللي بغاو يزيدوا في الحجم ديال الصدر ديالهم ويزيدوا في الوزن بواحد الشكل سريع 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 جدا. وهاد الوصفة ولا هاد المشروب على سبيل الذكر فهو كيزيد في المناطق الأنثوية كاملة، يعني الصدر، الأرداف و إلى آخره. قبل ما نبداو هذا المشروب تاع اليوم ولا نعطيو الطريقة أو المكونات، نتمنى من الناس اللي كيزوروا قناه جربكم لاول مره، كنتمنى منهم يشاركوا معنا على القناه وضغطوا على الزر الاحمر باش يتوصلوا بوصفاتنا فضلا وليس بامر. واذا كانت اخواتي القناه ديالنا كتستحق انها تشجعوها وتدعموها، فكنتمنى انكم ما تبخلوش علينا بالتشجيعات ديالكم والدعم ديالكم باش نزيدوا كاملين الى الامام ونقدموا وصفات طبيعيه بسيطه ومفيده في نفس الوقت. بلا ما نطول عليكم اخواتي، بالنسبه لهذا المشروب الاخوات اللي طلبوا مشروب، يعني كاين بعض الاخوات عندهم مشكل ديال الضعف على مستوى الصدر، عندهم الصدر ديالهم ضعيف بزاف. بالنسبه كاين واحد الحاله الا كان الصدر ضعيف بزاف وراثيا فواخا ديري اي وصفه ما غاديش تعطيك النتيجه. بالنسبه لهذا المشروب هذا فهو مشروب الا استعملتيه بشكل يومي جوج المرات، مره في الصباح مره في المساء لمدة أسبوع، كانت تحداك إلى ما زدتيش في الوزن، وخاصة غادي تحسي بالزيادة في الصدر ديالك وأيضا في المناطق الأنثوية الأخرى. بالنسبة لهذا المشروب مكوناته بسيطة، وما تقولوش لي أخواتي راه عندنا الحلبة فيها الريحة فيها هذه فيها هذه، بغيتوا رائحة الحلبة، الحلبة مع المداومة راه ما غتبقاش الريحة ديالها الى شرب الماء بكثرة والمشي والرياضة، يعني باش خرجوا ديك الرائحة راه في 3 ايام، في ظرف 3 ايام ما غاديش تبقى. والحمد لله دابا اخواتي كاين مزيلات العرق، كاين بزاف ديال الحوايج اللي كنستعملوها باش ما تبقاش فينا الرائحة الكريهة، خاصة النساء. يعني متوفر دابا حاليا بلا نظافة، متوفر مكونات اللي يمكن لينا نديرو، خاصة المرأة كتوفر على مكونات اللي انها تجعلها يعني تخفي اي رائحه، وخاصه رائحه الحلبه. بالنسبه للحلبه اخواتي كانوا يعني كنتحداكم، يعني كنتحدى اي وحده انها تاخذها وما تزيدش في الوزن، وخاصه على مستوى الصدر والارداف والمناطق الاخرى، لان الحلبه عملوا عليها واحد البحث، يعني بلا ما نطول عليكم عملوا عليها واحد البحث بسيط باش يعرفوا الفوائد ديالها. وايضا المكون الثاني وهو حبه حلاوه، حبوب حبه حلاوه، حبه حلاوه حبوب اليانسون، حبه حلاوه حتى هي معروفه كنستعملوها، يعني حنا في سلو، يعني كنستعملوها في التقاوت، كنستعملوها المره اللي بحرا والده باش تعطيها الحليب باش تفتح لها الشهيه باش تزيد لها في الوزن ديالها، يعني حبه حلاوه فهي رائعه. بالنسبه للموز، حبه موز، الموز ديالنا غني بالسكريات وكيزيد في الوزن، يعني رائع 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 بزاف الموز، فهو زوين 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 بزاف. بالنسبه لهاد ثلاثه المكونات، لكم المكون الاخر باش تخلطوا الا كان ممكن تخلطوها مع الحليب، لكم الاختيار. الا كان ممكن تخلطوها مع الماء، لان يعني بزاف ديال الاخوات ما يكونش عندهم الامكانيات دائما الحليب يكون واجد عندهم في البيت. يمكن لك ديريها ترقدي هاد جوج ديال المكونات في الماء حتى الصباح وطحنيها مع كاس ديال مع موزه، وطحني هاد المكونات كامله وضيف واحد المعلقه ديال العسل الا عندك. ما عندكش يمكن لك تشري واحد داك الحليب بودره، تاخذي واحد المعلقه ديال الحليب بودره وضيفيها عليه باش تزيدي تنكهي هاد المشروب هذا، باش يعطيك يعني يعطيك المفعول ديالو في وقت وجيز، يعني وقت وجيز سريع. بلا ما نطول عليكم اخواتي، بالنسبه لحبه حلاوه يمكن لكم تطحنوها، وحتى الحلبه يمكن لكم تطحنوها الا ما بغيتوش ديروا هذه العمليه انكم تنقعوها ليله كامله، يمكن لكم تطحنوا حبه الحلبه حبه حلاوه وتقوموا بتنظيف الحلبه ايضا وتحمصوها شويه وتطحنوها، تحصلوا على البودره ديالها جوج ديال المكونات. وفي الصباح فاش تنوضي غادي تاخذي نص معلقه ديال حبه حلاوه ونص معلقه ديال مطحون الحلبه مع واحد الموزه مع كاس ديال الحليب، ودير كلشي في الخلاط الكهربائي باش تحصلي على واحد الكاس ديال المشروب رائع. يمكن لك تاخديه بعد الافطار، والا ما قدرتيش تشربيه قبل الافطار، يعني الا ما قدرتيش تشربيه على الريق ممكن تفطري شي حاجه خفيفه وتاخدي هذا الكاس ديال العصير، يكون كاس يكون شويه كبير. بنفس الطريقه غادي تعاوديها في المساء، تاخدي نص معلقه ديال البودره ديال حبه حلاوه ونص معلقه صغيره ديال البودره ديال الحلبه،
يمكن لك تضيفي نص معلقه صغيره ولا اي شويه ديال الزعتر باش تخفي رائحه الحلبه، باش تخفف رائحه الحلبه، وواحد الحبه ديال الموز. يعني مرتين هذا المشروب، هذا مرتين، خاصه الاخوات اللي مقبلات على الزواج اللي طلبوا مني مشروب يكون يعني تعطي المفعول ديالو فتره سريعه. كيف ما قلت لكم الاخوات اللي مقبلات على الزواج، في ظرف اسبوع غادي تلاحظي واحد تحسن كبير كبير، ولكن ضروري الوصفه معها تكون الحاله النفسيه مستقره وتكون التغذيه الطبيعيه يعني متوازنه. الا بغيتي اي وصفه طبيعيه تعطيك نتائج، ولا ما كانوش الوصفات الطبيعيه كيعطوك النتائج، يمكن لك توجهي عند الطبيب، هذا هو الحل الوحيد اللي عندك. المشروب كيتخاد جوج المرات، يفضل انني نطحنه، يعني نطحن هاد المكونات باش تبقى عندي بودره واجده وقت ما بغيتي تستعملها. ولا ما بغيتيش تحني المكونات، يمكن لك ديري بحال الطريقه هذه، تنقعيهم، تنقعي الحلبه وتنقعي حبه حلاوه حتى الصباح، وطحنيهم مع كاس ديال الماء. يعني هاد الكاس هذا، هاد الماء اللي غادي يصبحوا فيه تصفي، وفاش تطحني هاد المكونات تصفي المشروب ديالك. نديرهم بحال هكا ونغطيهم حتى الصباح، ونستعملهم يعني في الخلاط، نصفيهم يعني قبل ما ندخلهم في الخلاط الكهربائي، نصفي هذا المشروب هذا، نصفيه وعاد باش نخوي الماء صافي، وندفع عليه واحد المعلقه ديال الحليب بودره، ونضيف واحد الموزه، نضيف حبه الموز باش يعطيني كاس ديال المشروب. يعني يمكن لك تاخذيه قبل الافطار، الا ما قدرتيش يمكن لك تاخدي واحد الوجبه خفيفه تاع الافطار عاد باش تشربي هذا المشروب، وفي المساء قبل النوم تكرري اخذ هذا المشروب هذا لمده ديال يعني المده ديال الاول، الاسبوع الاول غادي تلاحظي الا ما كان عندك حتى شي مشكل صحي، غادي تلاحظي واحد التحسن كبير 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 كبير. حتى الخدود ديالك غادي تزادوا، الصدر ديالك غادي يتزاد، السيقان، الارداف، اي منطقه عندك ضعيفه غادي تزاد عندك الا ما عندك حتى شي مشكل صحي. كنتحدى اي وحده تجرب هذا المشروب هذا ولو لمده 20 يوم او اسبوع، وترد عليا في التعاليق. جزاكم الله خير باش الاخوات يستعملوا المشروب بكل اريحيه. ونتمنى الا كانت هذه الحلقه كتنال الاعجاب ديالكم، ما تبخلوش عليا بالتشجيعات ديالكم والدعم ديالكم. وايضا بالنسبه للناس اللي عندهم مشكل ديال الحساسيه او امراض مزمنه او المراه الحامل، ضروري استشاره الطبيب قبل ما يستعملوا اي وصفه طبيعيه. نتمنى هذه الحلقه تنال الاعجاب ديالكم، والى اللقاء في حلقه قادمه باذن الله عز وجل.